الشهادات. إذا اليوم نحن نحتج من أجل حق دستوري وحق مكتسب في قطاع التربية الوطنية، هو حق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية. هذا الحق كان مكفولا إلى حدود ديسمبر 2015. اليوم وزارة التربية الوطنية ودون أي تعليلات أو تفسيرات أو تبريرات ترفض تسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات اللي من بعد 2015 على غرار الزملاء ديالهم اللي قبل 2015. نقول ونؤكد بأن هذا حق دستوري ومكتسب في قطاع التربية الوطنية، على عكس ما يقول السيد الوزير، يقول بأننا هذا الحق ديال الترقي بالشهادة حسمات في الحكومة. هذا كلام غير صحيح. نحن حق الترقي بالشهادة حق مكفول، لأننا نحن في قطاع التربية الوطنية عندنا يعني نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وبالتالي لم تعد لدينا علاقة بقانون الوظيفة العمومية. وإلا إذا كنا يعني يريد الوزير أن يفرض علينا قانون الوظيفة العمومية، فلماذا تم إعداد النظام الأساسي؟ هذا النظام هذا يراعي خصوصية كل قطاع، وهذا النظام هذا يكفل حق الترقي بالشهادة. أقول أن إلى حدود 2015 الحق هذا كان مكفولا. اليوم الوزير يقول بأن هذه الأساتذة هذا الترقي تتعارض مع الإشكالية ديال ما يسمى ب التخصص، وهو كلام غير صحيح. لان اليوم حنا اساتذه عندنا شهادات تعليميه، شهادات اللي تندرسوا في الاقسام ديالنا. اليوم الاساتذه بناء على هذه الشهادات ديالنا تقوم بتكليف الاساتذه الابتدائي والاعدادي في التدريس في الثانوي التاهيلي. اذا كان هذا المشكل هذا تيتعارض مع التخصص، فلماذا تكلف الوزاره هذه الاساتذه بالتدريس في الثانوي التاهيلي؟ هذا كلام يعني فقط الوزارة تريد من خلال أن تجهز على هذا الحق. نحن لن تنطلي علينا هذه الحيلة، هذا حق مكفول بقوة القانون والدستور عن استمروا في النضالات ديالنا إلى حين انتزاع كافة حقوق ديالنا. راسلنا السيد وزير التربية الوطنية مرارا وعدنا مراسلات، فلم رغم أن الدستور اليوم ينص على المقاربة التشاركية، اليوم الدولة تحاورت مع التنسيقيات ووقعت معها محاضر. وقع آخر محضر هو المحضر اللي وقعته الدولة في شخص ولي جهة الرباط اللي هو اليوم وزير الداخلية مع الأساتذة المتدربين. ونحن نستغرب اليوم الوزير يقول أنه لا يمكن أن يتحاور ويجزم مع التنسيقيات. اليوم الدستور والدستور يفرض على الحكومة أنه تجلس مع أي حركة احتجاجية. اليوم كان المغرب مصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا العهد هذا يفرض على الدول والحكومات الموقعة عليه بأنها تجلس مع كل حركة احتجاجية بدون قيود أو شروط. اليوم تلاحظوا في المغرب مئات الآلاف أو الملايين ديال التلاميذ تحتجوا من أجل إسقاط الساعة المشؤومة. واش الحكومة اليوم مخصهاش تجلس مع هاد الناس؟ إلا ما جلستش مع هاد الناس وقنعات هاد التلاميذ، مع من ستجلس؟ وبالمناسبة نحن كأساتذة ما يمكننا إلا نعلنوا التضامن ديالنا مع الحركة التلاميذية، ونشد على أيديها وندعوها للاستمرار في النضال ديالها لإسقاط هذا القرار المشؤوم ديال الساعة، لأننا نعتبر أنه قرار لا وطني لا شعبي لا ديمقراطي. لا وطني لأنه اتخذ من طرف جهات خارج الوطن، لا شعبي لأنه اليوم تشوفوا عامة الشعب المغربي ترفضوه، ولا ديمقراطي لأنه اتخذ لم يتم التشاور مع أي جهة. إذا نحن كتنسيقية سنستمر في النضالات ديالنا والتضحيات ديالنا إلى حين استرجاع كافة حقوق ديالنا، وعلى رأس حق الترقية وشغل الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادة. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.